انت خلاص بعد ما نزلت جيت عندك يا جماعة، لو كتبت كلمة جيت هيظهر لك كل الكوماند اللي عندك. انا قفلت الابليكيشن بتاعي وفتحته تاني فبدأ يحس بالجيت. لو حصل عندك مشكلة تقدر تعمل ريستارت. طب وانت موجود في موقع جيت هاب، ده اللي احنا نبدأ نعمل ديبلوي. احنا نبدأ نعمل الموضوع ده على خطوتين. اول حاجة هقدر اديبلوي السورس كود بتاعي براحتي زي ما انا عاوز، دي اول نقطة. ثم بعد كده هشوف ازاي اقدر اخد الديبلويمنت اللي هو موجود جوه ملف الديست بتاعي واعمل له ديبلويمنت على جيت بيجز اللي انا اشتغلت عليها. طيب انت محتاج تكريت اكونت، خلاص انا عامل اكونت كده فيك بتست بيه لاهداف التدريب يعني، اسمه احمد ات اي تي اي شير دوت كوم، وهحط الباسورد بتاعتي مش فاكرها. اوكي طيب هدخل هنا يا جماعه. عندي حاجه اسمها ريبوزيتوري. الريبوزيتوري دي بتمثل كل دي حاجات انا عامل لها تيست اوريدي خلاص. الريبوزيتوري اللي حضرتك هتعملها بتمثل هي الـ الحاجه اللي انت هتبدا تدبلوي عليها. طبعا ده هنا اسم اليوزر عندي احمد 1700، المهم سميها اي تي شير ديبلوي تو جيت هاب خلاص. طيب تعالى نخليها، طبعا تقدر تخليها بابليك او برايفت براحتك زي ما انت عاوز. تمام طيب الموضوع سهل جدا. هو الراجل كاتب لك مجموعة من الخطوات اعملها كده انت عملت ديبلويمنت خلاص. طيب اول حاجه انا هقول له جيت انيشيت كده، بدا يحط لي ريبوزيتوري، عمل انيشاليزيشن للجيت ريبوزيتوري اللي موجوده عندي، هي لسه فاضيه خلاص. طيب هقول له بليز اد ريدمي، ده فايل بس كده اهو. تعالى بس نرفع ده فوق دي كده. تاني خطوه الخطوة اللي بعد كده انا هكمت الملف ده. جميل، وان فايل تشانجد مش عارف ايه 70. جميل طب الخطوة اللي بعد كده المفروض ان انا بقول له جيت ريموت اد الاوريجينالز اللي موجود عندك. طبعا انت عندك حاجتين، انا هختار اللي هو ان انا هريموت، هبدأ ديبلوي من خلال البروتوكول ال HTTPS موجود عندي تمام اهو. وطبعا ده بيدي لك جيت هاب دوت كوم سلاش اسم اليوزر، وبعد كده ده اسم الريبوزيتوري اللي موجود عندك. خد الكوماند ده كده وحطه. جميل طيب بعد كده هقول له جيت بوش على الراجل ده. طيب هو هيبص ايه يا جماعه؟ هيبص كل السورس كود اللي موجود عندك ده. يبقى ده هدفه ايه؟ ان انت عاوز تبدا تطلع السورس كود اللي انت عامله للبروجكت بتاعك، اي حد يقدر يستخدمه، اي حد يقدر يبص عليه. طبعا هو هنا وانا ببش، طبعا هو هيبص على ايه؟ يعني انت معاك اليو ار ال بتاع الريبوزيتوري بتاعتي دي، تمام؟ ايه اللي هيقول ان دي بتاعت احمد ربيع؟ يبقى انا هدخل الوج بالاكونت بتاعي، دي الصفحه اللي طلعها لك، وندخل الباسورد. اتاكد بقى ان هي دي بتاعتك. هياخد وقت اهو، بدا ايه يبص على ده. طيب المفروض ان احنا نرفرش كده. طيب هنا لما انا عملت ريفرش عمل ايه يا جماعه؟ خد الملف اللي اسمه، بس الملف اللي اسمه ريد مي ده اللي موجود. طب انت كنت عاوز تقاد كل الملفات اللي موجوده عندك اللي هي الخاصه بالابلكيشن ككل. هعمل ايه؟ هقول له جيت اد مسافه دوت خلاص. وبعد كده تمام هي موجوده اوريدي، اقول له بوش.
هياخد وقت. بصوا يا جماعة، أنا المفروض لما أقول له هرجع تاني كده للكومنت جيت اد، المفروض أرجع كوميت الداتا دي، أقول له جيت كوميت، أقول له مثلا إيه قول سورس كود. خلاص كده انا عملت كوميت لايه؟ لكل السورس اهو. طيب بعد كده اقول له ايه اللي هو كان اخر كومنت اللي موجود معايا، كان الجيت بوش على الاوريجينال ماستر اللي انا شغال عليه. طيب كده كل الملفات اترفعت. طيب كانت المشكلة ايه؟ ان انا لما قلت له جيت اد دوت، يعني كل الملفات اللي موجودة، انا ما عملتش كوميت. تمام؟ فكان المفروض ان انت بعد ما تخلص خالص تبقى عامل كوميت وتدي ايه مثلا اي كومنت كده ليك عشان تبقى انت عارف اللي انت بتعمله، ثم بعد كده تقوم عامل ايه؟ تبش على الداتا اللي موجودة معاك. طيب ده كده يا جماعه الجزء الاولاني اللي انت رفعت السورس كود بتاعك. طب انا عاوز كمان الديبلويمنت اللي موجود عندي في الديست بتاعي ابدا ارفعه واشوفه في البيج بتاعتي. اول حاجه بس ادخل على ملف السيتنج، وهتلاقي عندك حاجه اسمها جيت بيجز، لو معموله ديسيبل خليها على الماستر برانش. اوكي، يعني انت فكره اللي هي الجيت بيجز دي كانت معمول لها ايه؟ ديسيبل. طيب انت محتاج تعمل ايه علشان تبدأ تديبلوي على البيجز اللي موجودة عندك؟ طيب تعالى نبص مع بعض. طيب انا محتاج ايه بعد ما عملت الكلام ده كله؟ عندي باكج يا جماعة محتاج ان انا اعمل له انستليشن خاص بالجيت بيجز. هقول له npm install، نعمله جلوبالي، واقول له انجلر داش سي ال اي داش جيت هاب بيجز. اوكي، وبعد كده اعمل انتر، هي انستول الباكج بتاعي. طيب كده الباكج بتاعي حصل له انستليشن. طيب انا محتاج اعمل ايه يا جماعه؟ محتاج اعمل بيلد للابليكيشن بتاعي، فهقول له ان جي بيلد. جميل، بس وانا بعمل بيلد للابليكيشن بتاعي لازم يكون عارف اليو ار ال بتاعي اللي هو الخاص بالبيجز اللي موجوده. طب اليو ار ال ده عباره عن ايه؟ طبعا بتقول له اتش تي بي اس، وبعد كده اليوزر نيم، دوت جيت هاب. بس خد بالك جيت هاب بيجز كان اللي هو بيجز بيجز دوت جيت هاب اللي انا هشتغل عليها الاكستنشن بتاعها دوت اي او. هقول له جيت هاب دوت اي او. خلاص، بعد كده سلاش الريبوزيتوري نيم بتاعتك، خلاص اللي هي كانت اي تي شير اللي موجوده عندنا. اوكي، طيب يبقى انت لما هتيجي تشتغل تعالى بقى هنا، هقول له ان جي بيلد، هقول له داش داش بيز داش الاتش ريف بتاعي اللي هو هتاخد اليو ار ال بتاعي. تقدر تقول له ايكوال، او على طول كده ما بين دبل كوتيشن هقول له اتش تي تي بي اس. اهي هقول له ايه؟ انا اليوزر نيم بتاعي احمد 1700 دوت جيت هاب، حذاري انك انت تكتب دوت كوم لانها هي على الاي او، ثم اسم الريبوزيتوري اللي موجوده معايا مش هنفتكس فيها، هنروح ناخدها كان اسمها اي تي شير ديبلوي تو جيت هاب. اهي خلاص، واعمل سلاش، ما تنساش سلاش دي دبل كوتيشن، ثم نعمل رن. تعال ناخده كبيب المرة معانا.
اقول له ايه انتر كده، انا عملت الديبلويمنت بتاعي. طيب لسه اخر خطوه اللي انا محتاجها، اقدر اقول له ان جي اتش which reference على انجلر او جيت هاب بيجز، انجلر جيت هاب بيجز، بس لو عملتها يطلع لي ايرور. خلاص طيب احل المشكله دي ازاي؟ هو ما يقول له ان جي اتش داش نو داش سايلنت، ستيل نفس المشكله. طيب المشكله عباره عن ايه اللي موجوده عندك؟ هي نفس فكره ان هو بيبص على الديست سلاش اندكس، في حين ان انت اصلا الديست عندك موجود فين؟ جوه فولدر اللي هو اي تي شير شوب. جميل، فبالتالي هو بيشوف ان صفحه ال HTML على طول دايركت بره ملف الديست. طب انت عشان تحل القصه دي محتاج تديله دي ار ال بقى كامل، او اللوكيشن بتاع اللي هيديبلوي من عليه. فهقول له ان جي اتش، او تقدر تقول له انجولار داش سي ال اي داش جيت هاب بيجز اللي هو جي اي جي بي جي اتش بيجز اللي موجوده. خلاص، او دايركت بقى على طول كده واقول له ان جي اتش داش داش الدايركتوري بتاعي. خلاص هيكون فين؟ هيكون في تيست سلاش اسم البروجكت نيم اللي هو كان اللي هو ده اي تي شير شوب، ونعمل رن ان شاء الله يشتغل. طيب خلاص كده عمل ديبلويمنت بتاعنا زي ما احنا عاوزين. وقلنا اهم غلط بس ان انت تبقى موجود عندك، سواء انت كنت شغال في الفاير بيز او شغال على اي حاجه، لاحظ ان هو دايما دلوقتي بيكريت ديست وبعد كده فولدر، فلاحظ ان الدنيا ايه تبقى موجوده عندك متظبطه بشكل كويس. طيب انت محتاج ان انت تاكسس على اليو ار ال بتاعك او الريبوزيتوري اللي موجود عندك. كان الريبوزيتوري كان اليو ار ال بتاعها ايه؟ كان احمد 1700، او اللي هي كانت موجوده عندنا اوريدي باي ديفولت، اللي هي كانت فين اللي انا كنت كاتبها؟ ايوه تعالى ناخدها كوبي. اوكي ظهرت ايه عندي على جيت هاب اهي، وشغاله بشكل كويس. طيب من الحاجات دايما اللي الناس بتسالها، هو انا كل ما انا طول ما انا بشتغل طول ما انا بشتغل على الكوماند بتاعي وبعمل ديبلوي، هو انا كل شويه بقى هقعد اكتب الكوماند الطويل ده؟ طيب اي كوماند انت عاوز تكرره عندك حل ظريف قوي. ممكن تدخل جوه ملف الباكج دوت جوسون اللي موجود عندك، وهدخل على السكريبتس اللي موجوده دي واقوم عامل كوماند. خلاص، فهسمي الكوماند ده ديبلوي داش، اسميه مثلا ايه جيت هاب بيجز، وادي له اليو ار ال ايه بتاع الراجل ده. طبعا احنا ما خدناش الكوماند بتاعنا، مش مهم، تعالى نكتبه. هقول له ان جي build داش داش، تقدر تعمل حتى ال على البرودكشن، عشان لو انت عندك ملفات انفايرومنت عاوز تقراها، وهنشوف برضو ملفات الانفايرومنت. خلاص هقول له داش داش بيز داش داش الاتش ريف بتاعي، الاتش ريف بتاعي ممكن تقول له كمان يساوي، او سنجل كوتيشن كده وسنجل كوتيشن كده، وايه كده الدنيا تمام. بالمناسبه لو انت حابب انك انت تقول له كده مفيش مشاكل، حابب تشيل اللي يساوي دي مفيش مشاكل. طيب انت النهارده ازاي الكوماند اللي انت كاتبه ده اللي هو الكاستم بالنسبه لك هينادي الحاجه دي؟ تقوم انت داخل هنا وكاتب ايه؟ باشمهندس deploy داش جيت هاب، انت حطيت نقطتين في الكوماند. انا هخليه كده، هخليه كده ليه؟ عشان لما انا عندي حاجه بديبلوي كوماند ده، عامل مثلا ديبلوي على هاروكو مثلا، على ديبلوي على فاير بيز، عندي كوماند معين
عاوز تعمله داش براحتك يعني، ده وات ايفر براحتك زي ما انت عاوز. خلاص طيب هقول له ان اوكي بي ام، انا عاوزك يا ان بي ام تعمل لي ران. الكوماند بتاعي كان اسمه ايه؟ ديبلوي جي اتش. خلاص انا مسميه كده بس كده خلاص. يبقى هو بيختصر لك زي ما انت شايف اهو الان جي اللي موجود عندك، وهيبدا يبلد التاني. ثم بعد كده تعمل ايه اخر خطوه؟ لانك تقول له ان جي اتش بعد ما يخلص كل الكلام ده كله، وحدد له الدايركتوري اللي هو داش داش دايركتوري ودست سلاش اسم البروجكت اللي موجود عندك. يبقى دي برضو فكره انت تبص عليها لو انت عندك كوماند بيتكرر وكل شويه انت حاسس ان هو الكوماند غلي شويه عليك، تقدر تبص عليه. يبقى احنا كده النهارده شفنا الديبلويمنت من خلال الفاير بيز، والديبلويمنت من خلال الجيت هاب، وقلنا ان الجيت هاب فاير بيز بيشتغل باك اند فرونت اند وباك اند خلاص. وجيت هاب بيشتغل حاجتين، عملنا عليه اول حاجه عندنا اللي هي انا كريت ريبوزيتوري اللي موجوده خلاص اللي اسمها اي شير ديبلوي جيت هاب. اول حاجه انا عملتها ان انا رفعت السورس كود بتاعي، انا كنت عاوز ارفع السورس كود بتاعي عشان كل الناس تشير وتشتغل عليه، وده بمثابه السورس كنترول اللي موجود عندك. طبعا ريد مي دي دايما بتكون فيها ايه، ده زي دوكيومنتيشن كده خلاص. طيب وعندي الحاجه اللي انا بقول عليها انك خلي دايما الجيت هاب بيجز تمام باي ديفولت تبقى ديسيبل، فانت هتنيبل الكلام ده كله، ثم بعد كده تبدا بقى ايه تلتزم بالكومنتس اللي احنا عملناها واشتغلنا عليها.